السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتي ازرع بإيدك وزين بيتك، وعلى الفيسبوك أيضا ازرع بإيدك وزين بيتك. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحبه وسلم أجمعين إلى يوم الدين، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعارات جديدة من الفيديوهات، وعمل لايك لتوسع انتشار الفيديو على منصة اليوتيوب والمشاركة مع الأصدقاء وشعار كل فيديو. يلا بينا نزرع. فيديو اليوم عن أهم مميزات الجبس الزراعي وكيفية استخدامه. تابعوني لنهاية الفيديو هنشرح نظري، وفي نفس الوقت طلب مني اللي احنا ناخد جولة على سطح المنزل. لو في أي سؤال أو أي استفسار ياريت تكتبوا لي في التعليقات، وخليكم معايا على أساس الفيديو ده مهم جدا زي فيديو الهوميك أسيد وكيفية استخدامه. تابعوني وهحط لكم برضك الرابط بتاع الهوميك أسيد في صندوق الوصف. لو في أي سؤال أو أي استفسار ياريت تكتبوا لي في التعليقات، ويلا بينا جولة وإحنا بنشرح. ما هي أهم مميزات الجبس الزراعي؟ هو مخصب نقي طبيعي للتربة من كبريتات الكالسيوم المائية، ذو نعومة عالية، وهو من أفضل الوسائل في علاج قلوية التربة والتخلص من الأملاح الضار بها. ومن أهم أسباب استخدام الجبس الزراعي وجود قشرة ملحية على سطح التربة بيضاء أو دكنة، قلة نفاذ التربة وقلة تهويتها وقلة تماسكها، وارتفاع البي اتش في التربة لأكثر من 7 بيؤدي إلى ذلك إلى إصفرار الأوراق وضعف النباتات وقلة نموها وتقزم النباتات وتحولها باللون الأخضر الداكن إلى الأزرق، وظهور أعراض العطش على النباتات واحتراق أطراف أوراقها. إليكم بعض فوائد الجبس الزراعي من مميزات عديدة، ومن أهمها أنه هو مصدر أساسي للكالسيوم الزائد بالتربة، ويؤدي إلى التخلص من أيونات الصوديوم الضارة، كما يساعد أيضا على زيادة الكائنات الدقيقة بالتربة والتي تقوم بتثبيت النيتروجين، ويمنع أيضا تدهور صفات الأرض المالحة أثناء استزراعها للأراضي القلوية والقلوية المالحة، ويقوم أيضا بتفكيك الروابط والمجموعات الكلسية والصوديومية، مما يؤدي إلى سهولة امتصاص الجذور للعناصر الغذائية. ويضاف أن الجبس الزراعي صديق للبيئة، فهو يتميز بخلوه من العناصر الثقيلة السامة، كما يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، بالإضافة إلى زيادة نفاذية التربة وجودة تهويتها، مما يؤدي إلى سهولة اختراق جذور النباتات لها وزيادة قدرتها على امتصاص الماء. وأشارت إلى أن الكمية المطلوبة من الجبس الزراعي تعتمد على عدة عوامل، ومن أهمها قوام التربة، كمية الصوديوم المتبادل، والرقم الهيدروجيني. وإليكم بعض النصائح باتباع الخطوات التالية عند استخدام الجبس الزراعي. يتم رش الجبس الزراعي يدويا أو نسر الأسمدة بمقدار كيلو جرام لكل متر مربع بعد القيام بتسوية سطح التربة. يتم حرس الأرض حرسا عميقا ليخلط الجبس الزراعي بالتربة، ويتم تقسيم الأرض إلى قطع أو أحواض، ثم تشق قنوات ومصارف مائية، ثم تروى الأحواض بالماء على ارتفاع 15 سنتي، وتترك حتى تتسرب المياه إلى داخل الأرض، ويعوض النقص في كمية المياه، وذلك بغمر تلك الأحواض بالمياه حتى يتم التخلص من الأملاح الموجودة والزيتية في التربة وتخفيض كالوريتها. يضاف إليها الأسمدة العضوية والكيميائية لزيادة خصوبتها وتحسين جودة التربة. وإذا ظهر من تحليل الأرض أن نسبة الملوحة بالأرض أقل من 2500 جزء من المليون، يضاف الجبس الزراعي سنويا بين نص طن وطن ونص للفدان سنويا. إذا كانت الأرض ملحة متوسطة ما بين 2500 إلى 5000 جزء من المول، يتم إضافة حوالي ما بين الطن ونص إلى 3 طن جبس زراعي للفدان.
فضلا وليس امرا، لو اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل من حضراتكم لتوسعوا انتشار الفيديو على منصة اليوتيوب والمشاركة مع الاصدقاء. لو في اي سؤال او اي استفسار يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وارد على حضراتكم على طول. لو حبيت تشاركوا معايا حضراتكم الصور بتاعتكم تبعتوا لي على جروب ازرع بايدك وزين بيتك ايضا على الفيسبوك. يجب زيادة كمية الجبس الزراعي الى حوالي 2.5 طن للفدان، ذلك للمحافظة على خصوبة الارض. واذا ظهر من التحاليل ان الارض ملحة بنسبة عالية ما بين 5000 الى 7500 جزء في المليون، تزداد كمية الجبس الزراعي من بين 5 الى 8 طن للفدان للمحافظة على خصوبة التربة من الاملاح. يستخدم ايضا الجبس الزراعي في الاحواض الاستزراع السمكي لخفض مستوى القروية الزائدة اللي هو البي اتش وعلاج مشاكل الامونيا في مياه الاحواض. معالجة ضعف النباتات وقلة نموها، حيث يعمل على تيسير العناصر الهامة لامتصاص بواسطة النبات. ويدخل ايضا الكالسيوم في تركيب الخلايا وبالتالي يجعلها قوية، مما يعود ذلك ايجابيا على مقاومة النباتات للامراض والافات. ويعمل ايضا الجبس الزراعي على تحسين الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربة، وخاصة الرقم الهيدروجيني البي اتش، بيساعد على انخفاض البي اتش من 7 الى 6، ده بيسبب في اصفرار الاوراق تمام، ويخفض ايضا قلوية التربة والاملاح التي بها، مما يتيح زراعة محاصيل كان يصعب زراعتها بهذه التربة المالحة قبل اصلاحها بالجبس الزراعي. ويعمل ايضا الجبس الزراعي على زيادة انتاج المحاصيل الزراعية وتحسين نموها وجودة محصولها، ويبقى الملوحة بعيدا عن جذور النباتات. حاجة ما شاء الله اللي احنا لو عندنا ارض مالحة او ارض في الصحراء مالحة، ده الجبس الزراعي ينفع معايا بنسبة 100% لانخفاض نسبة الملوحة بالتربة لو كانت عالية. اديني شرحت لحضراتكم ازاي نعمل ونستخدم الكمية المطلوبة للفدان. زي ما حضراتكم شرحنا ان هو يحتوي على نسب عالية من الكبريت والكالسيوم الذي يعمل على تحسين جودة التربة وتحسين محصولها، ويستخدم في الحدائق المنزلية بمقدار 1 كيلو للمتر المربع. يعني المتر المربع بياخد معايا كيلو ارشه في خلال متر مربع على اساس لو عندي التربة مالحة، وبعدين اعمل على تفكيك التربة وتقليب الجبس الزراعي معايا جيدا ليساعد على امتصاص الاملاح من التربة. ده كان شرح نظري على كيفية استخدام الجبس الزراعي. لو في اي سؤال او اي استفسار يا ريت تكتبولي في التعليقات وهرد عليكم على طول. ومع تحياتي ابو اسر. هذه القناة مخصصة في جمع المعلومات عن النباتات الزينة الداخلية والخارجية ومعرفة تكاثرها.